هلا وغلا ومرحبا، يلا حيهم جميعا. انا احمد الشمري، صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. تجربتنا اليوم مختلفه، كلنا نسمع عن اليابان انها بلد التطور، ولكن اليوم راح نزور متحف، بس مو اي متحف، متحف تمشي فيه حافي القدمين، لان داخل متحف فيه شلال ومويه. واكثر شيء شدني شخصيا في المتحف انه مصممينه بطريقه ثلاثيه ابعاد كذا، يفصلك عن الواقع وياخذك بعالم ثاني. سياره بغى تصدمني، بغينا نموت، احنا نسوي مقدمه. اهلين. خلوني اوريكم السكن اللي نزلت فيه. كبسولات سعرها 140 ريال، ادري غالي بس او شيء اليابان وغير كذا بوسط طوكيو، عشان كذا سعرها مرتفع. شوفون كذا شكل الكبسولات، لما تدخلون يعطونكم كيس بوريكم ايش فيه. صدمني اول شيء، وانتم بكرامه يعطونكم السليبرز، لازم، لانه ما ينفع تتمشى بجزمتك داخل. يعطونكم اللي هو المنشف او ما منشف والامور هذه، بس الصدمه اللي اول مره اشوفها بكبسوله ما شفتها الا هنا بس باليابان، يعطونكم تقل بجامه. طبعا كل دور فيه شاورات واللوكرز وكل شيء. خليني بوريكم. طبعا لو لاحظت هي، ادري انها صغيره وتستغرب تقول هذه ما راح تكفي شنطتي. طب ففكرتهم هنا انك انت تجيب ملابسك كلها والاشياء اللي تحتاجها هنا، والشنطه الكبيره تحطها مثل غرفه تحت، غرفه تحت ما حد يدخلها الا الموظفين، فيها كاميرا، وغير كذا يعطونك فيها بطاقه تحط فيها الشنطه. اليابان مو اليابان بدون الحمامات حقتهم هذه. هذه دور تنيح. خلينا نقفل الباب عشان ما يقوم شد المجنون ذا. هاي ضريبة اللي حاول يشرح. وش وني قمت؟ وش وني قمت؟ بغي يغرقني موي. لا لا أنا ما قصدت والله. إيش في حبيبي؟ إيه شغل استشوار. أقسم بالله حمامات متطورة. الله يستر الله يقدر. دقيقة حبيبي دقيقة بس. أجد أيوه أجد. فهنا في عندك لوحة تحكم. أنا ماني متخيل إني قاعد أشرح لكم حمام، والله تكرمون، بس أنا بفهمكم اليابان كيف، اليابان فيها كل شيء متطور. يعطونك إحساس إنك في الطبيعة. عندك الزر هذا يطلع لك ميوزك، يعني عشان يعني إذا أنت كنت مرة متحمس في الحمام فالميوزك هذا عشان يغطي الأصوات يعني. خلاص فهموها، خلاص فيها ميوزك وفيها مويه وفيها اشياء تدرون ما راح اشرحها والله. والله يا اخي انتم تعالوا هنا وجربوا. شو كذا اشرحها لك حمام. وهذه شواراتهم، احلى شيء انه الشاور مره مرتب ويجي داخل شامبو ولوشن وحركات. ايوه بسم الله. لما تحجز تذكرتك عن طريق موقعهم الرسمي وتجي هنا يرسلوا لك ايميل عن طريق وفي باركود وتدخل هنا على طول. والحلو مرتبين مره لدرجه انه لو انت في انتظار عندك تقدر تجلس هنا. مرتبين مره. 5:30 yeah this will be. Okay thank you so much. الحماس الحماس مليون. باذن الله انه بيكون شيء مره اسطوري من الاخر. انا مره متحمس المكان هذا بشكل ما تتصورونه. يا تأخرنا تأخرنا يا شباب، الوقت الوقت. في المنطقة هذه توقف هنا يبدون يشرحون لك كل الأنظمة والقوانين وبعدها تبدأ تدخل على طول. In this museum, you will walk barefoot as you experience the artworks with your entire body. There is a water area and a garden area. Please enjoy the water area first. Your feet will get wet in some spaces. Please take off your socks and tights in the locker. الكل واحد طبعا في لوكر، تدخل على طول مباشرة وفي مفاتيح، تاخذ المفتاح وتحط اغراضك فيه. يلا بسم الله. والله اني شايل هم انه ظلام داخل، عشان كذا بحاول اصور اللي اقدر عليه. بالعين فرق، لما تيجي هنا فرق عن الكاميرا. يعني اللي راح تشوفونه الحين في المقطع هذا ضربوه باثنين او ثلاثة.
طبعا ممنوع استخدام الفلاش. هنا في منطقتين، منطقة الموية ومنطقة الحديقة. أول شيء تروح لمنطقة الموية. أوه شوف المكان إيش هذا، متعمق. لا 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 تمزحون، شوف حاطين شلال داخل. يعطونك منشفة عشان تمسح الدنيا وتكمل على طول. حاطين شلال داخل، سلامات. لا لا البداية تبشر بالخير، البداية تبشر بالخير. هنا مخدات، تخيل هذه مخدات اللي من هنا، شوفوا مخدات. مخدات. شوفوا الآن تبطحت مخدات. والله مخدات يا ربي. اجلس اقوم، هذا غرزنا. شوف يا تخبص فيك تحت. يا ولد اجلس اقوم. ايه شو شوفوا العائلة كيف تتحركون، شوفونه. انا ما ادري قاعد تشوفوني كويس ولا لا، ظلام، بس اني قاعد احاول اصور لكم كل شيء. واو جميل مرة جميل. شوف هناك تغيرت الانوار بعد شوي. والأحلى من كذا، من كثر ما أنهم ضبطين المكان تتغير الإنارة على حسب عدد الناس الموجودين، المكان يعني يتفاعل معاك. معليش متحمس والله، المكان اسطوري، ما توقعته كذا مرة. يوه اوه دول انتبه، شوفوا فوق كيف، شوفوا شلون، تحس انك بعالم ماتريكس. يلا المكان اللي بعده. ظلام بس شوف كذا ممر احمر. شوفوا المويه، يقولون هنا المنطقه هذه ارفع الجنس حقك. واه شوفوا تحت تمزحون، شوفوا تحت كانه سمك. شوفون هذه تنحاش مني، هذه شو تنحاش، شو يا جماعة احنا في المكان. اهلا وسهلا، صدمتني. يا حبيبي هو لخمني والله. بطك مزرانك. المنطقة هذه كانت حلوة بعد. خلينا نكمل. لا لا حلوة حلوة، حركة السمك هذه أسطورية.
وش هذه كوار تحرك؟ تتحرك ودك تعطيهم كذا تطرفوسك. هنا اللي تسويه، تعال اجلس على البلاط هنا وناظر فوقك، القبة كلها تتحرك، كلها تتحرك كذا، شوفوا مكان هذا اسطوري. خلصنا قسم الحين الموية، رايحين لقسم الحديقة القسم الثاني. هذه منطقة الحديقة، توقعت انها تنور والله. الورد هذا حقيقي نازل من السقف معلقينه، ممنوع تلمسه، بس تجلس تحت كذا هو يبدأ ينزل يتحرك، لازم ما تلمسه. والله هناك يا اخوي وجهك تدخل زحف يعني. لا ينزل. شو رهيب مرة، والله ريحته حلوة. يا الله الجنة، تعالوا نتبطح انا وياكم. شوفوا فوق، شوفوا فوق، شوفوا فوق. يا ناس والله العظيم الحياة حلوة واليابان أحلى. أنا منصدم باليابان إلى الآن، هذه تونا ثاني مقطع مع بعض وتونا بدنا ترحال. حنا حتى لسه ما طلعنا من طوكيو، ما رحنا الأرياف، ما وصلنا للمدن الثانية. والله اليابان جميلة، والأجمل من اليابان إن الحياة حلوة. دائما اطلعوا برا منطقة راحتكم، جربوا، ترى دائما نقولها منطقة الراحة هنا والحياة هناك. كيف التجربة بالله؟ إن شاء الله إنه كان واضح. ترى الكاميرا اللي معي ما تساعد إنك تصور بالظلام، والمكان مرة ظلام، بس بالعين أمورك طيبة، راح تشوف أشياء مرة جميلة. يا أخي أنا خقيت مع ذا العمود والله. يا زين صار. ألو، أنتوا عارفين إذا جيتوا اليابان لازم تجربون الماتشا. للي ما يعرف الماتشا، الماتشا هو شاي أخضر، شيء شائع جدا في اليابان أو الثقافة اليابانية، يعتبر جزء لا يتجزأ من الطقوس اليابانية التقليدية. بس هنا الموضوع مختلف، تخيلوا مدخلين الماتشا في كل شيء، في آيس كريم، في كيك. فنبي نروح نجرب بأفضل مكان يبيع الماتشا في هذه المنطقة، وبنفس الوقت نبي نستكشف المنطقة هذه، لأن أنا ما توقعت المنطقة مرة بطلة. صراحة ودي أسولف معاهم بس يكشف رايح المقطع اللي راح نفرحنا. جميلة المنطقة مرة جميلة. يا ناس أنا عشقي المباني الصغيرة كذا، ما أدري شلون، بس عرفتوا الطابع اللي يكون كل شيء صغير كذا، وتشوفون ستايلهم القديم كذا، وناس برا تاكل. يا أخي مرة حلو. يا أخي من أحد الأشياء اللي شدتني هنا في اليابان إنه لما تتمشى في أماكنهم يا أخي مرة ممتعة للعين، مرة حلوة مرة. رهيب والله الديكور، شوف شلون يا اخي تحس انك كذا في فيلم ياباني قديم. ها شوف اللبس هذا، توني انتبه له. انا اقدر الجلسات كذا اللي برا،
مرة أقدرها. يا أخي لاحظت إن كثير كذا يكونوا بسياكل مع أطفالهم. السياكل مرة كثيرة هنا، مرة كثيرة، كثير يستخدمون السياكل هنا. سيفتي بيرن. سيفتي فيرست. This is car. This is car. يقول هذه سيارة. والله نايس. Beautiful scarf. Oh, yeah. Nice. Thank you. Arigato. Arigato. Yeah. Okay. Okay. 3, 2, 1. Hi. Hi. Hello, konnichiwa. Okay. Let's go. عشان ما تقولون احمد ما مشانا، ها حتى عربانة مشيتكم في عربانة. ما في يا اخي يا زينه، والله يا هو اخلاق. طلعت شركه، كنت احسبه هذه حقته، طلعت شركه، ولكن ان شاء الله انه فدنا على النيه. شو اعطاني؟ طيب نبي نجرب الايس كريم، ايس كريم بالماتشا، وهذا افضل مكان. المفروض انه انا لما اكل اقول مفروض، اتوقع اني بطلب اللي هو سبيشل ماتشا ايس، ونشوف ان شاء الله انه كويس. شو شكله؟ رهيب والله، الشكل حاله يشهي انك تاكله. ونجرب. بسم الله بسم الله. والله لذيذ. هذا كانه حاطين معاه كذا، عرفتوا حبات اللي كانها كورن فليكس، ما ادري ايش يسمونه كذا، كانها كورن فليكس. عديته عند واحد والله العظيم اهبل بالوصف. انا مشكلتي ماني باكيل ولا اعرف اشرح الاكل، او فماني عارف وش ذا، بس انه اتذكر طعم الكورن فليكس. طاح الدبدوب. ليش الرجعه؟ خلينا نشوف ايش هذا الاخضر. كذا تحس وانت ما عرفت وش الاخضر ولا ايش. والله اشتهيت اكل راسك اسف. ادري والله، ادري اسف، ادري حاطينك منظر المفروض ما اكلك، بس طعمك بسكوت. والله لازم تجربونه هنا. الحبات عرفتوها كانها حبات رز كذا ناشفه، طريقه كذا كانها كورن فليكسيه. ما ادري ليش الستاندر حقي كورن فليكس، بس انت فهمت الفكره صح؟ مقرمش يعني، مجفف، ممكن هذه الكلمه تدورها. مجفف ملابس صح؟ والله معليش على البقايا، ما بقى لك كرشه. ماتشا ايس كريم، حاطين لك مثل الرز المجفف، بس الاخضر هذا ما عرفته يا اخي. هو يعني والله عجزت، ما عرفت وش الاخضر هذا، حتى طعمه غريب اول مره اكله. وبس الى هنا وصلنا نهايه المقطع. يعطيكم الصحه والعافيه على المتابعه. اتمنى والله من كل قلبي انه المقطع عجبكم ونال على رضاكم. حاولت ان انا اعيشكم التجربه، صعب تصويرها بالاماكن الضيقه والظلام، ولكن حاولنا وان شاء الله اني انا وفقت بالمقطع هذا. لا تنسوا اللايك والاشتراك، اهم شيء الاشتراك. حياكم ضم معانا ثاني مقطع في اليابان، ولسه اليابان قدامنا، ما زال الكثير والكثير عشان نكتشفه. شكرا لكم، لا تنسون دائما كن على ثقه بنفسك وحلمك. سلام عليكم.